إنها الأم يا سادة، الأم اللي شالتك 9 شهور وكانت تتعب لتعبك، ولو أكلت هي بتاكل عشانك، عشانك أنت تتغذى في بطنها. ويوم نورت سيادتك الدنيا هي كانت تتألم لكن كانت فرحانة، كانت بتعيط دموع فرح بوجودك. ضحت وربت وكبرت وانحرمت وسهرت ودفعت عنك ودارت عليك، وعندها استعداد تقف قدام العالم كله علشانك، ومش خايفة على نفسها، مش خايفة على نفسها من أي خطر عشانك انت. فيها حاجة لو نضحي احنا شوية عشانها، نستحملها شوية ونحاول نرد لها حاجة من اللي عملته معانا، ده لو قدرنا نرد، نديها اهتمام وحنان وحب وطاعة، طاعة وكلمة حاضر، حاضر يا أمي. بتريح، ريحت أمك في الدنيا يريحك ربنا في الآخرة. دي الأم، الأم يا سادة. الله يحفظ أمي وأمهاتكم جميعا يا رب.